برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب يقوم وفد نيابي بزيارة برلمانية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية بدعوة رسمية من معالي السيد آرثر سيزار ليرا رئيس مجلس النواب بجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة تهدف الزيارة إلى إبراز ما حققته مملكة البحرين من منجزات رائدة على كافة المسارات في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي والى عهد رئيس مجلس الوزراء كما وتاتي الزياره تفعيلا لدور الدبلوماسيه البرلمانيه وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين ودعم الجهود الدوليه في ترسيخ قيم ومبادئ التعايش السلمي وتنسيق المواقف لهدف السلام الدائم بالمنطقه وحشد الدعم اللازم لسرعه انعقاد مؤتمر دولي للسلام لدعم الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني وقيام دولته الوطنيه ووقف الحرب على قطاع غزه وتسهيل ايصال المساعدات الانسانيه للسكان المدنيين من المقرر ان تشمل الزياره عقد سلسله من اللقاءات المشتركه مع رئيس مجلس النواب البرازيلي ولجنه الصداقه المشتركه لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين